هناك في المكان البعيد مقابر، بداخلها أناس يتنفسون، قد أثقلهم القيد وأضناهم الحديد. من خلف قضبان الألم والحزن في صدر احتدم، والليل أسدل ستره، والقيد يرزح في القدم. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين هي مثل ما يدل عليها اسمها جمعية تكونت للدفاع عن المساجين السياسيين ومساندتهم هم وعائلاتهم والدفاع عن حقوق والمطالبة بحقوقهم. كان من الواجب أو من المؤمل أن تتكون هذه الجمعية منذ سنوات عديدة، خاصة عندما اتضح وأن المساجين السياسيين لا يعاملون كغيرهم من المساجين وليست لهم حقوق، وبالضبط ما كان أحد يتوقع أن يبقى مساجين رأي في تونس من أجل انتمائهم لأحزاب سياسية فترة طويلة تفوق العشر سنوات. عند ذلك فكر بعض الحقوقيين في تكوين هذه الجمعية، والبعض منهم كان سجينا سياسيا سابق وعاين في السجن ما كان يجري. هذه الجمعية في الحقيقة تكونت في البداية بين أشخاص موجودين خارج الجمهورية وأشخاص موجودين داخل الجمهورية، ثم بعد ذلك ونظرا للظروف الأمنية والقانونية استقلت هذه الجمعية وأصبحت إدارتها وأصبحت مقرها تونس العاصمة، ووقع إذن الانتخاب الهيئة المديرة من بين المؤسسين لهذه الجمعية. قمنا بدور أساسي توضيح المفهوم أول شيء متاع المساجين السياسيين، أن السياسة ليست هي النطاق اللي حدده الحاكم باش الناس تخدم فيه، بل هي السياسة أن هي كل حد كل رأي يحاول التعبير عن ذاته بقطع النظر عن خلفياته وبدون أي تقييم لها الخلفيات هذه، هو يعتبر سجين رأي وبالتالي سجين سياسي. معناها ميزنا حاولنا نقي قضية المساجين السياسيين عن قضية الإرهاب، أن أول شيء أنه هل العمل هذا معناها هو ناتج عن اختلاف في الرأي، وثاني شيء أنه القضية متاعه والمحاكمة متاعه ما تمتش بصفة قانونية، باعتبار أن القانون التونسي عمره ما يجرم لو طبق على حقيقته عمره ما يجرم الرأي وعمره ما يجرم الاختلاف، ولكن النظام هو اللي قاعد يجرم، وهو ما جعله يسن القانون هذا اللي احنا غير معترفين به وهو قانون مكافحة الإرهاب، واللي نعتبره كل شخص محاكم من أجله هو سجين سياسي. كان من المنطقي أن يتساءل المرء لماذا هذا التعسف مع المساجين السياسيين في تونس؟ لماذا هؤلاء المساجين محرومون من حقوقهم حتى الحقوق التي اعترف لهم بها قانون السجون؟ لماذا هذه التضييقات على عائلاتهم؟ لم يعرفوني لا تتركي كفي بلا شمس لأن
الشجرة أيعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن الشجرة أيعرفني تعرفني كل أغاني المطر لا تتركيني شاحبا كالقمر كالقمر. ولم تكتفي السلطة بذلك بل أصبحت تضيق على عائلات هؤلاء المساجين وتحريمهم حتى من حقهم في العيش الكريم، من حقهم في الدخل، من حقهم في العمل. فهنا نتصور معاناة العائلات اللي قصت أكثر ربما من المساجين، وفي الناحية المادية والناحية المعنوية النفسية. وانا كنت عيطوا لي الداخلية، عيطوا لي يهزوني امن الدولة، يهزوني جماعة القرجاني، وكل واحد يسأل وحده، ويعني طريقة متاع بحث يعني بطبيعة الحال يظهر لي ما تخفى على حد يعني في تونس كيفاش يبحثوا معناتها. كي دنا عملي هكايا من الراجل شنو عاملين فيه؟ قال لي انت مرت محمد يهبطني في القاعة بكل وحشية، وعلى كبر الكلوار يكركر فيها في القاعة، سباتي مطيش، ساكي مطيشة، سيحي خبب، لا حكر اللي أنا مراء، ولا حكر اللي أنا ما عملت حتى شيء، ولا قدر اللي أنا جيت على خاطر راجلي، ولا احترم حتى المحكمة، واحترم القضاة، واحترم المحامين. يعني ناس ما عندهم حتى حدود، وحوش، عبالة وحوش، عطيتهم أنت مجوحهم 3 أيام، وسيبتهم على فريسة. في الأصل اللي يرتكب ذنب أو يرتكب جرم هو اللي تعاقب عليه وحده، لكن نحن رينا معناها مش احنا اللي تعاقبنا، مش احنا اللي تعاقبنا، لا تعاقب أولادنا وتعاقب زوجاتنا أكثر من العقوبات اللي تعاقبناهم احنا. العائلة وقتها أي واحد يسمع مزوج أو بفو أو كذا سجين سياسي أو معني في الرشاش في يلوجوا عليه السلطة التونسية الشخص هذايا وينه، أي واحد باش يسمعك أقرب الناس ليك يهرب. معني صور أنت تعيش في بلادك غريب، تعيش الغربة بالفعل يعني بفعل وبال شو نقول لك بالملموس شيء، أنت أخوك بحذاك يهرب عليك، أختك أمك تخاف أن زاد هي تدخل دارك تولي مشبوه فيها، فتلقى روحك بالفعل غريب في وسط أهلك. كم من مرة يجيو للمرأة معناها للزوجة يسألوها شكون يعطي فيكم ومن تاكل، وهما ناسين اللي نحن رانا نباتوا للشر، فعلا نحن وصلنا معناها ناكلوا في 24 ساعة، الأولاد يحكيوا لي في 24 ساعة ياكلوا. وقت ترى إنسان دخل دارك مهما يكون بعيد أو قريب أصبح منه، على الأقل عنده متعاطف، لازم يكون متعاطف باش لازم يكون يعاون مادين، لازم يكون يعاون، هو أكثر حاجة مادين كوقت يحبوا يعملونا سياسة مجاعة، يزمك الجوع. أنا كنت قدر كري قررت لنا مول الدار، والله يا أنا وقت هذا حس أنا ممكن أعيش في كياس مع 9 صخر. مول الدار على كت خرج أنا من دارها دار كريئة على كت ضغطة من حكومة تونسي من بوليس دي كل يوم لي هما قولي أخرج خرج مول سكن كريئة في دارها، أنا خرج ويمشي في أر رجل في ريف في جندوب بنينا زوز بيوت، على الأقل رجم عايش يعني في أر زوجي وقريب الأولاد ببسيطة،
شنو نتيجة؟ لا لسي لا امتدائي لا كوليش يقبلنا، ما تقرأ، تسع صغار ما تقرأ، مش عايش كبهيم. صوروا بالحق صوروا، مش معقول هكا. هم توانسة، أنا ماليزين، لازم هم توانسة يعرفوا ظروف ولا توانسة. بنتي وميدة اللي تقرأ في المدرسة الابتدائية، مدير المدرسة قال لي ما عندهاش حق باش تقرأ، هذه بوها مجرم. قال حبي تصور بنية صغيرة تقرأ في السنة الثانية ولا في السنة الأولى ابتدائي، مدير المدرسة يقول هذه ما عندهاش حق باش تقرأ. لا شيء، لأن أبوها سجين رأي. يظهر لي ناس كل تعرف معناها العيلة، البو والأم ناس تتكون، وشني الأساس وشني اللي لازم يكون متوفر وكل ما شيء. صار محروم من بابا يمكن حكاية 15 سنة. بابا شخصية عندي أنا مجهولة، نعرفه يعني توك كبرت وعيت، نعرفه من وراء القضبان. كان السلام، شنحوالك، شنحوال الدراسة، بابليس تقف غاديك. خليني وانا صغيرة مرايا برشا خويتي، امي كيف كيف اجنبية يعني خليني صغيرة بالقضية بلاتك عمين. طوى بعد 14 سنة مش شوية عمر عبد كما قالت اختي، مش شوية جملة زادة، معني تربينا معني ملي حالينا عينينا ما عرفوش حاجة اسمها بو. معناتها انا صغري كل تحرمت من بابا 9 سنين يعني عشتهم، ما نعرفش معناتها بو، ما نعرفش يعني كنرى صغار معاهم بوهم ولا يقولوا لي توحشنا بابا ولا ما نفهموش الشعور هذاك، خاطر اصلا انا ما عشتوش. احنا عشنا حياه يعني نتنفسوا ضغط، نتعشاو ضغط، نفطروا ضغط، خوف رعب، معناها انسان قديش من اعصابه. وفي الاخر وين معناها في الاخر شنو وين باش نمشيو بعد هذا الكل؟ عليه يا اخي احنا ما نشتوانسه، تونس من حق من حق كل تونسي باش يعيش فيها على ارضها. اني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، اني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، اني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، اني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، اني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، اني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني، ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع، يا وطني يا وطني الرائع، يا وطني يا وطني الرائع، يا وطني يا وطني. رجعنا رجعنا في دار، رجعني الطول في سفارة، عيشنا في سفارة أسبوعين، لا فلوس. والله وش يقول، ما والله ما ندري وش يقول. أقول أسبوعين في سفارة، لا دار لا شيء. قولوا لي تبكي جوعان يا ماما، جوعان يا ماما، مش سهل حياة 5 سنة يمشي كيكي. الله يهدي بورك. والله أنا لا سمعها للناس من كان سبب. بعد هذا الكل مازال سجن، مازال سجن. لواش وين مش نوصله؟ أنا شاركت في إضراب جوع يعني وصلت فيه معناتها لحالة معناها من الانهيار، من ما معناها على الاخر يعني انا وبنتي قالت لي يا امي انا مستحيل نسكت وابي في السجن، انا تحرمت منه قعدت 9 سنين ما نشوفوش، مش في الاخر باش يحطوه في السجن. يعني شاركت معايا قعدت تاكل وتشرب، وصلنا يعني المستشفى، في المستشفى عملونا معاملة خاصة جدا، حبسونا وعطونا سجيجات قدام البيت، حتى أمي وأخواتي ما خليوا حد يدخل. أنا مستعدة باش نعمل أي حاجة في الزمن أنه زوجي يخرج من السجن، ما يهمنيش يعني معاملته هما كيف ما كانت تكون، أنا مستعدة باش نعمل أي حاجة، أي حاجة نلقاها باش تساعد زوجي باش يخرج من الأزمة هذه، لأنه مظلوم وأخوتنا الكل المظلومين. مستعدة باش نعمل أي حاجة. Oh.
دور العائلات، دور أسرنا، أسرنا وعائلاتنا كان عظيم ياسر، وكان من الأشياء اللي خلت السجين يتأثر سلبا أو إيجابا. الحقيقة أغلبية العائلات كان دورهم كبير في إيجابيا، وكانت أيضا بعض وضعيات لعائلات المساجين عانت أو أثرت سلبا في خيالنا، معاناة كبيرة المادية والنفسية، وخاصة أبنائنا وأطفالنا ونسائنا هم فعلا يعني هنا تحية كبيرة وعظيمة لنساء وعائلات الإخوة، كل الإخوة وأخواتهم وأمهاتهم، يعني دور كبير ياسر قاموا به. في الزيارة، تضييق العائلة، القرب ياسر من السجين وعائلته، والاستماع لما كل ما يدور وحدي في الطاخوة معايا البوليسية، كل مرة كيفاه الأقل مرة يكون فيهم ثلاثة، وإلى حد الآن والآخر الجمعة أكثر واحد، أكثر مرة 16 واحد، من ثلاثة 16 بوليس في بيت كما هكاية، معناتها واحد كي نحكي أنا وراجلي معاي 16 بوليس، شيء بحدا محمد وشيء في الوسط وشيء حدايا أنا. الزيارة في يوم والقفة في يوم آخر، وثم الأسلوب هذا نتاع أنه أنت من جهة فالسجن متاعك يكون في الجهة المقابلة، أنت من الشمال السجن متاعك يكون في أقصى الجنوب، أنت من أقصى الشمال أقصى الجنوب، وسط يوزعوك تمشي لأقصى الجنوب ولا أقصى الشمال إلى آخره. القرب من العائلة ممنوع، يعني أنك تكون من جهة معينة وتكون في السجن تتابع جهة هذيك، هذه تقريبا هذه ممنوع أو لا يمكن. من المظالم معناها اللي تبقى ما في الذاكرة، معناها محفورة في الذاكرة ما تتمحاش، أنه السجناء الحق العام كله عندهم نهار الزيارة نتاعهم، تجيه يزور ياخذ قفته ويقابل دارهم يحكي معاهم. احنا مثلا الزيارة في النهار ومقابلة في النهار، تصور يجي من جندوبة يهبط للجنوب يعطي القفة نتاعه، ومن غدويكة ولا بعد نهارين كل واحد كيفاش، لأنه مش معناها نظام موحد القفة اليوم وغدوة زيارة، لا نجم تعطي قفتك اليوم وتزور بعد نهارين. تصور انت وضعيك كما ذي، معناها واحد يجي من الشمال يهبط للجنوب يعطي القفة ويروح لأنه ما عندوش وين يبات، وإلا يجي من غير قفة باش يقابل نهار الزيارة لأنه ما عندوش حق باش يعطي قفة. وهم هزوه وتعبوه، تعبونا نحن معيه، يجوني في الليل يجوني في النهار يفركتوا وهزول المرة هزول السجين تاع بلاريج، بلاريج الدول بنزرت، بنزرت الدول تونس، من تونس الدول للمهدي، من المهدي ردوه القفص، من قفص ردوه بنزرت، من بنزرت زادوا ردوه لكيف. تذكر مرة أنا عديت سجن في صفاقس، هذا في السجن في قفصة، من قفصة هبطوني للهوارب، ما عملوش دارنا اللي هم راهم هزوني للهوارب، بعد ستة شهور يهبطوا دارنا القفصة، يهبطوا القفصة يقول لهم لا راهو في الهوارب، من قفصة يهبطوا لي للهوارب، يعني تقريبا من نصف الليل وهما معناها يمشيوا في السيارة حتى المثلثة، حتى معناها المغدويكة معناها يرجعوا في الليل، معناها هما يمشيوا لأن هما كي ياخذوا القفصة ما يقولوش راهو مش موجود، لا استنى خليه ساعتين ثلاثة. لم تأتي أمنيتي لترسم أحمد الكحلي في الخندق، الذكريات وراء ظهر وهو يوم الشمس والزنبق. لا تتبادل
البوليسيه في ماضي ساعتين نتاع الليل، مشاو لدار حماتي فجعوا الصغار والكبار وقيموهم من فروشاتهم وفركسوا تحت الفروشات الى اخره، فما لقاوش هزوا اخوه قالوا له تو انت تمشي معانا يعني باش تورينا دار خوك. قال لهم انا نحشم كيفاش نهزكم هكا ندخل على العبيد. قالوا له تهزنا تو تهزنا والا ما باش نهزوك انت في عود. وقعت مداهمتي في الليل من طرف الشرطه نتاع ابو سالم، احنا تقريبا في 11 ونص 12 في الوقت هذاك احنا راقدين، وهما داهمونا دخلونا حتى الدار معنا، دخلوا حتى البيت النوم. نتذكر معناها قلت له انتظر شويه معناها المراه تلبس حوايجها وباش معناها خلطت عليا مثلا ما كلمش قلت خلطت عليا معناها المراه تلبس حوايجها وهو معنا في بيت النوم. الاولاد كانوا في بيت اخرى معناها والوالده بحذايا الله يرحمها ما في بالهمش. دخلوا فركسوا معناها هبطوا الفرش كلبوها الفرش بيت النوم معناها فركسوا كل شيء. معناها بجد ارعبونا الاولاد الصغار في البيت الاخرى ما فطنوش من بعد وقت اللي مشى لهم ويهبط فيهم من فروشاتهم ويفركس لهم فروشاتهم ويشوف تحت الفروشات ويقلب في الفروشات. تصور الاولاد الصغار راكدين. ما نعرف حتى شيء على محمد، لا علموني لا دقوا عليا ولا قالوا لي ولا بعثوا لي ولا عملوا تليفون ولا حتى شيء. معناتها انسان يتخطف محامي في الليل في الظلام كيما العصابه كيما راه في الافلام تاع العصابه المافيا، ماهوش تصرف دوله سامح لي. عمره ما كانت دوله تصرف بالطريقه هذه. واتضح انه هذه مش يعمل فيه مع محمد بركه، يعمل فيه مع برشا، وهذا شيء يؤسف وشيء يؤلم برشا، يؤلم على الاخر حتى ما يجيش هكا. في السنوات الاولانيه بعد عامين من الـ الفرار نتاعو خوفا من التعذيب، لانه في التسعينات كان تعذيب شنيع حاجه تخوف، ما نجمش واحد يمشي يقول شنو تحبوا معناها. عن الفتره التي سبقت السجن الا وهي فتره الاعتقال وما حدث فيها في زنزانات الداخليه، يمكن ان نقول على سبيل المثال الى الحصر اننا تعرضنا إلى ممارسات جد متخلفة، حيث أنه مورست ضدنا ممارسات يستحي الإنسان أن يعيدها أو أن يثنب في الحديث عنها، فحياؤه لا يسمح له بذلك. اللي قاعد يقع في منذ تقريبا 15 سنة ضد حركة النهضة وضد الإسلاميين هو موقع ضد الحركة الوطنية وضد الوطنيين بدعوة مقاومة الفتنة اليوسفية. وكما في الوقت هذا نشوفوا عندنا مساجين اللي عداوا توا 15 سنة في السجن، في بداية الاستقلال عندنا مساجين جاوزوا 15 سنة. كانت أحكام قاسية وكانت محاكمات جائرة، هذه المحاكمات أجمع كل الملاحظين الحقوقيين في العالم بأنها لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة. في تونس نعتقد اللي السجين قاعد يموت بموت بطيء، ما عادش عقوبة، وإن كان هو ما عندوش عقوبة لأنه تخلى السجن بريء. قيل له أنك وخاصة أخيرا ملي جاء قانون مقاومة الإرهاب وغسيل الأموال ولات معناها إلقاء القبض على الصنف من الشباب بين ال 18 و 19 و 20 و 21 قليل وين تخطط ال 25 سنة، لفقوا لهم قضية عن كونه النواء في مخه باش يمشي يقاوم الاحتلال في العراق، زيد خاصة إذا كان يشوفوه يصلي ويصلي بالحاضر. ولات ظاهرة غريبة، يلقى عليه القبض ويتهم عن كونه ماشي باش يحارب في العراق، وأحكام جائرة إلى أبعد الحدود. حكم عليهم القضاء، وغريب كيفاش القضاء يطيح فيها النهج هذايا او فيها المنصب فيها المستنقع هذايا 30 سنه، لانه انواء هذا على فرض انه انواء باش يمشي للعراق يقاوم الاحتلال، شيء كبير.
ثم التعذيب. طيب ما يكفيش 30 سنة و15 سنة أو 10 سنوات التعذيب اللي هو في السجن، تعذيب كبير مع الإشارة لهذا اللي خرجوا أخيرا 2005 عداوا 13 و14 و15 سنة، ما فما اللي مازال له عام وعام ونص وعامين سمية أعفي عنه وخرج. البحث هذاك تقريبا فيه 25 تهمة ولا حاجة كمنا كيف، يعني كل التهم اللي توجدت من بعد معناها أنا اتحكمت في القضية هذيك وتحكمت بالتحقيق هذاك وبالتهم هذيك، أخذيت عامين في الابتدائي في الاستئناف معناها الضعف ولا 4 سنين، ومن بعد كل مرة تخطر لي قضية، يعني أنا اتحكمت في 5 قضايا، 5 قضايا نفس التهم، هي الانتماء الجمعية غير مرخص فيها، جمع أموال، اجتماعات، توزيع مناشير، يعني تقريبا هذه التهم هذه هي اللي قاعده، يعني في الاصل انا حتى اذا كان لو كنت اجرمت في حق البلاد هذه يعني اتحاكم 4 سنين، هذيك هي التهمه نتاعي. الواش ال 14 سنه انا خذيتهم تدريبات عسكريه، يمشي ولد يلعب في السبور في النحلي يحطوا له تدريبات، يمشي للبحر يحطوا له تدريبات، يحضر في حفل النجاح للواحد من اصحابه اجتماع غير مرخص فيه، هذاك كي يحضر في حفل نتاع واحد نجح صاحبهم هذاك اجتماع غير مرخص فيه، هذوما هما التهم. الاعتداء، النية الاعتداء على الممتلكات والاشخاص بالداخل والخارج، معناها عندهم خاطر حبيك لبي. احمر الى خبز امي وقهوتي ام ولمسة امي، احمر الى خبز امي وقهوتي ام ولمسة امي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي، من دمعي أمي. السجون هذه كانت مغلقة وكانت الأخبار لا تخرج منها، السجين السياسي ليس له الحق في الاتصال بمحاميه، المراسلات التي يبعثها كانت مراقبة، بل أكثر من ذلك أكثرها لا يصل إلى المكان أو إلى الأشخاص أو إلى الجمعيات التي تبعث لها هذه الرسائل. إذن كانت الوسيلة الوحيدة لتمكننا من التعرف على ما يقع داخل السجون هي عائلات السجناء، التي هي نفسها كانت تقاسي من ويلات، تقاسي من ضغوط، تقاسي. ومن أجل ذلك احنا جمعيتنا هي لمساندة المساجين ومساندة عائلاتهم في هذه المحنة التي هم يعيشونها طيلة السنوات العديدة. الماكلة ما نحيش على الماكلة، ذيك ممنوعة، ذي ممنوعة، هذه ممنوعة، اللبس هذه ممنوعة، هذه ممنوعة، تسمع كلمة ممنوعة وجايبينه من الكيف التونس وديها كيكة ومكبوب على وجهه فيوس كرهبة متاع الحر. إذ أن إثاء غرفة بمساحة 80 متر مربع يمكن أن تجد فيها 250 سجين. يجي يفركسوا له بيت وقتوا ماما يقيموه من النوم هكيك يفركسوا في البيت، يعني يقاوا سبب العاني باش يقلقوا كما شرادات ما يزمش يرقد النوم، يزمش يرقد مرتاح كيف الناس، يزم هو يرقد هو يبدا في قطاعة النوم، هما يجوا يدخلوا باف 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 فركس فركس ويخليوه هكيك اجيتي وحوايجه مقلبه ودنيا محلوبه وكل الرعب اللي يعملوه ويخرجوا. كان وقت اللي يحلوا الباب البراني نتاع السيلونات اللي هي السجن هذا المضيق، ثم غرف كاي غرفه 2 3 4 5 تقريبا ولا 4، وفما باب من غادي فما هنا معنا فسحه. وقت اللي يحلوا الباب البراني يقول لهم يلزم نسمعوكم تعطوا الاعاز، شنو الاعاز؟ يلزم يسمع المساجين المسلسلين فميكم مربوطين يسمعهم يقولوا باع. جاء للعبد لله جاني الغرفة أنا مسلسل بطبيعة الحال، وكنت أنا محضر لروحي نفسانيا الحمد لله بالكدا على أساس باش نهش نهارتها، معناها باش ما عادش يخمم أن يحاول معاي في الأمر هذا.
جاب لي الشيف هذا قال لي اعطي لعاز هو المدير. شنو لعاز؟ قلت له اعطي لعاز كيما اصحابك معنا الزملاء الاخرين سجناء الحق العام وغيرهم واحد كل شيء. اعطي لعاز اعطي لعاز اضرب الكابل اعطي لعاز اضرب اضرب اضرب. زميل الشيف هذا يعرف اول رمها عفس البساقة على وجهي شماتها معناها وكيفاش معناها ما تعطيش لعاز كيفاش انت تتمرد هنا وصار فما شكوني فتحت الكابل ما يعطيش لعاز وخرج بقى معي هذاك اضرب 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 وانا استنى في اللحظه اللي باش ينهار فيها على خاطر انا عارفه بحول الله عنده وقت معين اداريا نجم نحمل فيه الضرب هذاك اللي نكمل وقت الاداري نتاع باش يروح بحول الله. دا يضرب 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 الكابل هذاك وانا مسلسل اعطي لي عاز من بعد الوقت اللي بدا يضعف اعطي لي عاز خنفك عليك اعطي لي عاز خنفك عليك. دورني عاود سلسلني لقدام بدا يضرب فيه بالكابل في ظهري وبعتالي كيف ما وصلش حتى نتيجه مشى حل السيلونات الاخرين اللي هما معناها الغرف الاخرين الصغار وجابهم مساجين الحق العام اللي فيهم محكوم بمدى الحياه وفيهم شبه بنديه وفيهم عاد جابهم قدامي في الفسحه غادي بالواحد اعطي لعاز انت باع اعطي لعاز انت باع اعطي لعاز انت باع. جابهم قدامي كل مره واحد معناها يعطي لعاز وبعتالي شد الصحيح معايا انا والحمد لله ما وصلش نتيجه. بعد ولا بالكابل هذاك يضرب فيه في وجهي. السجن في تونس هو وسيلة للتدمير الجسدي وهو كذلك وسيلة للتدمير المعنوي للسجين السياسي من أجل دفعه إلى الإحباط ومن أجل دفعه إلى التراجع. وبعبارة أصح السجن في تونس بالنسبة للسجين السياسي هو في حقيقة الأمر موت بطيء موت بطيء سواء موت بطيء وقد رأينا العديد من السجناء يموتون بسبب الأهمال منها الصحي أو يموتون نتيجة تعذيب وعنف وهذا التعذيب أو هذا الموت البطيء في حقيقة الأمر في أغلب الأحيان هو موت مبرمج له من طرف السلطات معناها السجنية. في داخل السجن حسب رتبة السجين وشخصيته كان العقاب إذن يتدرج ما بين شخص يلقى به في غرفة ضيقة في سجن انعزالي وقد حدثنا البعض ممن عاشوا فترة في مثل تلك العزلة أنها كانت عبارة عن غرفة ضيقة مترين فوق متر ونصف وتنعدم فيها أدنى شروط الصحة لا تدخلها الشمس. السجين فيها لا يعرف حتى أيام الأسبوع وكان في عزلة تامة عن العالم الخارجي. يعني في 92 أو نهاية 91 فرضت علينا العزلة. كانت عزلة مغلظة لأنه العزلة أولا قانونيا ليس لها مسوق قانوني. العزلة معروفة في السجن أنها تدوم أقصى تقدير 6 أشهر وهي عزلة بإذن من التحقيق أو بإذن من المحكمة أو من الطبيب لفترة قصيرة ولكن احنا عزلتنا أصبحت دائمة وعزلة مغلظة لأن ما تتوفرش فيها الحد الأدنى من العوامل الإنسانية من الظروف الإنسانية من حيث الإقامة من حيث المعاملة من حيث الأكلة من حيث حق الإعلام هذايا الصحافة التلفزة. فأنا شخصيا التلفزة ما ريتها إلا في 2004 يعني بعد 14 سنة. احنا اهتمينا بوضع المساجين في السجن وعملنا حملة ربما من اكثر الحملات اللي فاجأت النظام وفضحت الحقيقة نتاعو وهي حملة هذوما المعتقلين في العزلة. أنها كانت حملة ناجحة ونبهنا لها وجاءت منظمات دولية وخدمة التقارير ووصلنا بنتيجتها أن السجون التونسية فتحت لأول مرة أمام الصليب الأحمر واللي تمكن
من معناها رضخة السلطة ومكنته من دخول السجون التونسية بالمواصفات اللي يطلبها هو، مش باللي بالتقارير اللي كانت تعمل فيها السلطة مع ناس متواطئين عليها، ومكنت المساجين من التعبير والتوثيق موقع لهم ومصدر لهم. وهذا أنا راه معناها ما كانش فقط لفائدة المساجين السياسيين، بل أن حسس أوضاع المساجين بصفة عامة. وإذا أردنا الحديث عن الحالة الصحية للسجناء داخل السجون التونسية، فبإمكاننا القول أننا نجد صعوبات كبيرة وكبيرة جدا في تلقي العلاجات، حيث أنك لا يمكن لك أن تقابل الطبيب إلا بصعوبة، أقول بصعوبة أقل ما يقال فيها، أنك إذا قدمت مطلبا لمقابلة الطبيب لن تقابله على الأقل إلا بعد مدة لا تقل عن 10 أيام، أحيانا يشفى فيها المريض وأحيانا تتعكر صحته إلى ما هو أسوأ. وإني لأكاد أجزم أن كل سجين يقضي مدة عقوبة داخل السجون التونسية إلا ويخرج ومعه مخلفات، هذا إذا خرج يمشي على ساقين. قلت وأذكر على سبيل المثال للحسن الإخوة الذين قضوا نحبهم وقد خرجوا على نعوش، وأذكر منهم على سبيل المثال للحسن الأخ سحنون الجوهري، الأخ مبروك الزم، الأخ الحبيب الردادي، الأخ عز الدين بن عائشة، الأخ لطفي العدودي، الأخ الأخضر الزديري، الأخ مبروك الرياحي، الأخ عبد المجيد بن طاهر، والقائمة لا زالت تطول وتطول وتطول. ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة، ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. وطني حبل غسيل لمنادي للدم المسفوك في كل دقيقة، في كل دقيقة لمنادي للدم المسفوك في كل دقيقة، في كل دقيقة. وفي هذا الإطار أيضا أذكر أنه هناك أيضا العديد من الأسماء التي لا زالت تقيم في السجن، وهي لا زالت تعاني من أمراض مثلي أو ربما أمراض أفظع مني. وكذلك نذكر منهم على سبيل المثال للحصر الأخ حمادي عبد الملك، الأخ طارق الحجام، الأخ عيسى العامري، الأخ منذر البجاوي، الأخ فتح الورغي، الأخ فتح العساوي، وكما قلت القائمة لا زالت مفتوحة. وهذا ما تذكرته، وكما تعلمون أن الذاكرة محدودة لكل إنسان، وهذا ما تذكرته. ويمكن أن نقول أن القائمة كذلك ما زالت مفتوحة وهي تطول وتطول. We'll be right back.
الواقع هذية مناش احنا بركا نقولوه، بل حتى المجتمع الدولي قاعد مواقف متاعه تبين ان التجاوز اللي قاعد صاير في بلادنا تجاوز الحد المعقول والمقبول، وبدا يلفت ليه انتباه العالم بأسره. واللي يلفت النظر اكثر ان هالنفي الداخلي هذايا، ان اشخاص في بلادنا خلاف اللي مغيبين في السجون، ثم ناس حتى في داخل البلاد محكوم عليهم حقيقه بالنفي، وحتى يخرج من السجن يصبح ممنوع من حرية التنقل، حرية التعبير. أي شخص يحاول ينتقد النظام يتحول إلى معناها مطارد من طرف النظام ومحاصر وممنوع من أي حركة أو نشاط. أن الاعتداءات اللي قاعدة تصير ما هيش اعتداءات تمس الأشخاص هذوما اللي يحاولوا باش يتحملوا مسؤوليتهم ويعبروا على الشيء هذايا، بل قاعدة تمس في عائلاتهم، تمس في أولادهم، بل هي أنها تمس مش كان العائلة والأولاد، أنا نقول لكم اللي تمس مثلا القبيلة بتاعه كل، ولا العرش بتاعه كل، ولا البلاد بتاعه كل. جاء الانفراج وخرجنا من الحبس، كملت أنا عقوبتي، أنا كملت عقوبتي، معناها تحكمت 14 سنة، عديت 13 سنة ونص، خرجت على اساس باش نرتاح، خرجت على اساس باش نخدم، باش نندمج. نخرج نلقى روحي معناها مكبل ب 16 سنه مراقبه اداريه. 16 سنه مراقبه اداريه، يعني نخرج في عام 2004 نقعد نعمل مراقبه اداريه 16 سنه اخرين. مراقبه اداريه يعني ما عنديش حق نغادر بوسالة الا برخصه. والرخصه يلزمني انا نستنى ونمشي ونرجع معناها عديد المرات للمركز باش يوافقوا لي. مادام انا نمشي للمركز يعني ما عادش لا نجم نخدم، لا ثم شكون يتعامل معايا، لا ثم شكون يخدم لي، لاني انا محل شبهه. يعني باب الرزق يتقطع عليك. وانا كتبته على الصحافه، كتبته على معناها رجعوني للحبس افضل من العيشه اللي عايشينها. لانه انا كنت في الحبس ما كنتش نخسر في عائلتي في ولادي شنو يعانيوا. اما كيف خرجت وشفتهم شنو يعانيوا معناها معاناه اخرى اكثر. ولذلك انا قلت راهو السجن احب الي مما انا فيه. في الاخير وعندما وجدنا وان الوضع في تونس انا لا اقول ميؤوس منه، وانما هو وضع متازم مختنق، وانه لا مجال لاي حريه من الحريات، لممارسة أي حرية من الحريات، ووجدنا وأن هنالك مجموعة من بعض الشخصيات تريد أن تطالب بتطبيق الحريات، قررت جمعيتنا أن تشارك أو أن تساهم في هذا الإضراب عن الطعام الذي وقع القيام به بداية من يوم 18 أكتوبر ولمدة تزيد عن شهر. وحضرت أنا شخصيا نيابة عن الجمعية وبتفويض من الجمعية وشاركت في هذا الإضراب عن الطعام، لأنني وجدت أن الأبواب أصبحت مسدودة وأنه لا مجال لبيان، وأننا مصرين على المطالبة بهذه الحقوق، وخاصة المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، باعتبار وأن معاناتهم قد طالت، وأن البعض منهم أصبح يموت في السجون، البعض منهم مصاب بأمراض مزمنة وخطيرة. في هذا المقام لا يفوتني أن أشكر بعض المنظمات التي تدخلت أو ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة لتمتعي بحريتي التي حرم الكثير والكثير منها. وأذكر من بين هذه المنظمات منظمة العفو الدولي ومنظمة الأكات، منظمة الصليب الأحمر الدولي والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها من المنظمات. ولا يفوتني أن أخص بالذكر قناة الفضائية قناة الجزيرة التي ساهمت بدور فعال في إبراز حالتي الصحية، مما أدى إلى إصدار قرار بإخراجي من السجن. أيضا وقوف أصوات وأقلام وكانت قليلة في البداية، ولكنها الحمد لله توسعت.
منظمات وأطراف وأحزاب وخاصة منظمات عالمية، وخص بالذكر أمنيستي والرابطة العالمية حقوق الإنسان، وهنا الرابطة هنا، وأصوات حرة قامت هنا وهناك. مازمش ننساو موقفهم المشرف. احنا الغاية متاعنا هو التسامح، نلقاو طريقة كيفاش باش نتسامحوا مع بعضنا، إلى متى باش يبقى هدايا؟ هدايا ماهوش في صالح المجتمع، ماهوش في صالح الشعب، وماهوش في صالح حتى السلطة. أوكد الواجبات المطروحة علينا هي إفراغ السجون التونسية من السجناء السياسيين لإنقاذهم من ذلك الموت البطيء الذي يترصدهم في كل لحظة. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أتوجه بنداء إلى كل مكونات المجتمع المدني في بلادنا العزيزة لإنقاذ ما تبقى من مساجين يعانون مثل حالتي أو أكثر. وبهذا أدعو إلى إطلاق كافة سراح المساجين السياسيين، كافة إطلاق سراح المساجين السياسيين، ف15 إنسان السجن كافية كافية كافية. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ فمأساة التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي، أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي، حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي، وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي، حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي، وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم، أناديكم أشد على أياديكم.